بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده نتكلم فيها اكيد عن نادي الاهلي، هنرد فيها ضد الكذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد عايز اوريها لك، عايز اوريكم صوره يا جماعه لفرقه بقالها 23 سنة ما بتكسبش بطولة أفريقية. فرقة الموسم اللي فات ما كسبتش دوري، فرقة بقالها 21 سنة ما بتكسبش النادي الأهلي في الدور الأول. ده يا جماعة صورة جماعية للاعبي الزمالك في أوضة اللبس بعد الفوز على النادي الأهلي. هي صورة للتاريخ، صورة للتاريخ. وأنا عاذر على فكرة عزيزي المشاهد، لك أن تلتمس الأعذار وكل الاعذار لكل اللي في الصوره دول. ليه بقى؟ لان دول ما يضمنوش هيكسبوا الاهلي تاني امتى. يعني معلش مع احترامي شيكابالا اللي عامل فاموس، وبعدين ايه فاموس اللي كل شويه لعيب يجيب جون، لعيب يكسب ماتش يقول لك فاموس. يا عم انت بتتكلم عربي بالعافيه، يا عم ده انت بتكتب اسمك بالعافيه، خلينا ساكتين. فالاخ شيكابالا في العمر ليس يوجد في عمر الملاعب، بتكلم لا يوجد في العمر بقية. يعني شيكابالا اخره سنة سنتين كمان، ده جمهور الزمالك بيقول له يلا خد هدومك وامشي. فاكرين انتوا احمد يا فتحي خد عبد الله وامشي، دلوقتي خد هدومك وامشي. فشيكابالا هيكسب الاهلي امتى تاني؟ هيستنى 21 سنة عشان يكرر هذا الانجاز؟ فصعب جدا. بودي بدبيدو وفاضل له سنة سنتين ويبطل كورة، هيستنى 20 سنة؟ ناصر ماهر، كل اللعيبه اللي في الصوره بالنسبه لهم ده حدث للتاريخ مش هيتكرر تاني. مستني 20 سنه ولا 15 سنه؟ فلا، ناخد كده كلنا، عارف انت، صوره 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 للذكرى المنصوره. طيب تعال نروح للاخ ميدو، مدام ميدو، اللي قال لك انا مش عارف ليه الاهلاويه دايما بيدوروا على حاجات بره الكوره تبرر اي خساره، يا اما حكم يا إما الجمهور يا الملعب يا الهوى يا ضغط الماتشات يا الإصابات. قال لك المرة دي بقى جديدة، السبب الرئيسي للخسارة حاملي الكرات تحت شعار مش عارف إيه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. الحمد لله إحنا كجمهور للنادي الأهلي قبل ما نتكلم عن أي مبررات قلنا سبب الخسارة قبل التحكيم وقبل أي حاجة الاخ مارسيل كولر والتشكيل الخاطئ لمارسيل كولر وبعض اللاعبين اللي لا يستحقوا ان هم يلعبوا في النادي الاهلي، وما اتكلمناش على التحكيم خالص. بالرغم كابتن توفيق السيد اكد ان الهدف مش سليم، فبرضه مش هنتكلم على التحكيم. لكن تحت شعار مش عارف ايه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، واخد بالك، الاخ ميدو بيقول لك الاهلي بيدور دايما على حاجات بره الكوره عشان يبرر الخساره. ميدو كانوا بيتكلموا عن السحر قبل كده، كانوا بيتكلموا على المية اللي بتترش، كانوا بيتكلموا على الحكام، كانوا بيتكلموا عن العرض اللي بتتحرك والعفاريت اللي بتنده للعيبة والكلام اللي ملوش أي لازمة. لكن ميدو عايز يلزقها في جماهير النادي الأهلي. عايز أقول تخيلوا يا جماعة، عمرو الجنايني ده كان في يوم من الأيام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أو القائم بأعمال الرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. تخيل ده بالعقلية التعصبية دي كان بيدير منظومة كرة القدم في مصر. عمرو الجنايني من ساعة ما كسب الزمالك النادي الأهلي عمال ينزل بوستات، لكن أنا نقيت لك منهم حبة. نزل صورة ليه هو والحمد لله ما مسحش حاجة، احنا متعودين منه ينزل البوست وبعد ساعة وما كانش بيكمل ساعة ويمسح خوفا من بعض الأمور. نزل الصورة دي ليه هو والأخ حسين لبيب وقال مش محتاجة نوضح، احنا بنضحك عليه. ماشي يا سيدي، مش محتاجة نوضح. نزل صورة تانية برضو ليه مع الفيلم بتاع اسماعيل ياسين وفريد شوقي، هات سيف كمان سيف. ماشي يا سيدي، افرح ونعيما يا حياتي نعيما يا منايا. ماشي يا سيدي. لكن بقى اللقطة دي، معلش مع احترامي، اللقطة دي نزل صورة الافطار محترم وقال لك فطار العرايس جاهز، ده النهاردة الصبح صباحية مباراة
او تاني يوم مباراه الاهلي والزمالك. ده طبعا في اسقاط صباحيه مباركه يا ابن العبيطه، طبعا مش ابن العبيطه الاستاذ عمرو الجنايني، صباحيه مباركه، صباحيه مباركه يا عروسه. بس اللي اعرفه العروسه بتلبس ابيض فابيض، العروسه هي اللي بتلبس ابيض فابيض، العروسه اللي اهلها بيجوا فرحانين يوم الصباحيه ويجوا مزقططين وهم اللي بيجيبوا الفطار. فاستاذ عمرو الجنايني لو هتشتغل شغل الاسقاط وتلقيح النساء وكده، النساء مش معانا، مش معانا، لان احنا بحرنا غميق، بحرنا واسع. بس انا بوريكم تفكير رئيس حاد كره القدم سابقا، حتى لو كان جاي بالتعيين، حتى لو كان جاي بالتعيين. وهفضل اقولها لك يا اهلاوي، هم عقليتهم واحده. يعني لو جبت واحد سواق توك توك، انا ما بقللش من المهن، بس لو جبت واحد سواق توك توك، جبت واحد عواطلي، جبت واحد قاعد شيخ منصر، جبت واحد رئيس بنك، كلهم تفكير واحد. هتلاقيه منزل صور زي كده وكاتب نفس الكتابات دي، هم نفس العقليه يا باشا، والله نفس الاسطمبه، لكن بنحذر. فاكرين عمرو الجنايني ده يا جماعه والحسره اللي كان فيها لما كان الاهلي بيستلم بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا؟ فاكرين لما كان الاهلي بيكسب كاس السوبر مثلا وهو ماسك، او دوري، او كان بيبقى حاله الغليان باين على وشه؟ افرح يا عمور، استاذ عمرو يا جنايني افرح. بس عايز اقول لك انت بتفرح على حاجه ملهاش 30 لازمه، حاجه ملهاش 30 لازمه، بس انت كشفت نفسك بنفسك، كشفت نفسك بنفسك. عشان لما كنا بنقول عمرو الجنايني زملكاوي متعصب ولا يليق انه يمسك مركز ومنصب زي منصب رئيس لجنه ثلاثيه في اداره الاتحاد المصري لكره القدم، الناس كانت بتقول لي لا يا مصطفى خليك محايد، محايد ايه بيه؟ محايد ايه بيه؟ الله يصلح حالك. امام عاشور، الصوره اللي هوريها لك دلوقتي نزلها يوم القمه، يوم ما كان رايح الاستاد. بص يا باشا، الصوره دي نزلت على الانستجرام بتاع مباراه بتاع امام عاشور، مباراه القمه، نزلها وشفناها كلنا قبل الماتش ورايح الماتش. حتى لو هتدقق في الصوره هتلاقي امام عاشور وراه علم احمر وعلم النادي الاهلي. احد الجماهير المعروفين باكل البليله، المعروفين بالكذب والتدليس، اللي معروفين بتزييف الحقائق، نزلوا الصوره دي بعد الماتش وقال لك بصوا امام عاشور بيحكها، امام عاشور اللي فرحان ان الزمالك كسب نادي الاهلي، وامام عاشور هيموت ويرجع تاني نادي الزمالك. انا ما اعرفش انتوا هتعيشوا كده لحد امتى كدبين، هتعيشوا لحد امتى مدلسين، هتعيشوا لحد امتى مزيفين ومزورين، وكل حاجه ينفع تتقال تتقال. الحمد لله الصوره كانت نازله قبل الماتش ومصر كلها شافتها قبل الماتش، لكن هناك بعض البلهاء السفهاء السذج من اكل البليله اللي شايفين لا الصوره نزلت بعد الماتش وامام كان بيشجع النادي الاهلي. الكلام اللي هقوله دلوقتي على لسان خبير التحكيم في الاتحاد الدولي، الحكم الاسباني التورالدي جونزاليس، خبير التحكيم في لجنة الحكام. فضحتنا بقت بجلاجل بالمناسبة. التورالدي شاف الهدف بتاع نادي الزمالك الجون الثاني، واللي كابتن توفيق السيد طلع امبارح عشان برضو ندي الراجل حقه، هو اللي قال ان الكرة كان فيها فاول على سيف الجزيري والهدف غير صحيح. خبير الفيفا ولجنة الحكام في الاتحاد الدولي التورالدي جونزاليس قال ان هدف الزمالك الثاني غير صحيح، وان اللاعب صاحب القميص الابيض ارتكب خطأ واضح كان يجب احتساب فاول غير مباشر للخصم. قال في تقارب كبير بين قدم اللاعب
صاحب القميص الأحمر، صاحب القميص الأبيض من رأس المدافع صاحب القميص الأحمر ركلة حرة غير مباشرة مستحقة، لأنها لعبة خطيرة كان يجب على الحكم عدم احتساب الهدف. والراجل استغرب جدا ان تقنية الفار متطبقة، الراجل استغرب جدا ان ازاي حالة زي دي ولقطة زي دي اتحسب الجون بالرغم ان انت عندك تقنية الفي ار. يا رب تكون ادارة النادي الاهلي مبسوط، يا رب تكون إدارة الأهلي فرحانة اللي حتى ما كلفوش نفسهم يعترضوا على هذا الحكم المعروف تاريخه الأسود ضد النادي الأهلي والأبيض ناصع البياض لصالح نادي الزمالك. الأخ ممدوح عباس الحاكم الفعلي والرئيس الفعلي لنادي الزمالك قال لك إلى الابن أحمد دياب وإلى لجنة الحكام والله عيب. هو فعلا عيب والله يا أستاذ ممدوح عباس، أستاذ ممدوح عباس فعلا عيب والله، عيب إن الزمالك كسب بخطأ تحكيمي فاجر، عيب إن الزمالك كسب بخطأ تحكيمي. كل خبراء التحكيم بما فيهم خبير الاتحاد الدولي قال إن الهدف ملغي وقال إن الهدف غير سليم وغير صحيح، لكن تحت شعار الدعي المظلومية، تحت شعار افتكروا جملة عمرو الدردير يا جماعة، جرايا يا جماعة افتكروا عمرو الدردير كان بيقول ايه، قال لك احنا بنطلع ندعي المظلومية بنبقى واخدين حقنا تالت ومتلت، بس لازم نطلع نقول ان احنا مظلومين عشان ناخد اكتر من حقنا. ما هو الزملكاوي، انا اقول لك تفكير الزملكاوي ايه، تفكير الزملكاوي واللي منهم الاخ ممدوح عباس، انا لو ما طلعتش قلت ان احنا مظلومين هنيجي الماتش اللي جاي الحكام هيجوا علينا او على الاقل مش هيجاملونا، لكن لما نطلع النهاردة نقول احنا اتظلمنا في ماتش الاهلي فالماتش الجاي نضمن تواطؤ الحكام او تحايل الحكام او تلاعب الحكام او مجاملة الحكام في المباراة القادمة لنادي الزمالك. يا فاكرين فيلم الدادة دودي؟ والله سمعت صوتك يا ابن ال... والله سمعت صوتك يا احمد يا عفيفي. عفيفي يا جماعة ظهر أخيرا، عفيفي طيب الله ثراه ظهر أخيرا بعد فوز جماهير نادي أو نادي الزمالك على النادي الأهلي. قلنا قبل كده وده على لسان أحمد الشناوي حارس بيراميدز والزمالك السابق في 2016 لما كسبوا الدوري في 2015 كانوا مستضيفينه في قناة الحياة، وطلع قال نصر قال لك يا كابتن احنا في زملكاوية كانوا بيستعروا يقولوا ان احنا زملكاوي ويفضلوا ساكتين لحد ما الزمالك يكسب بطولة. اعتقد الاخ عفيفي من النوعية دي، يعني عفيفي محدش سمع حسه في ماتش نهائي كاس مصر، عفيفي محدش بيسمع حسه خالص في اي ماتشات بيكسبها النادي الاهلي، لكن تحس بعفيفي وتسمع حسه ويطلع له صوت، ويطلع له صوت لما الزمالك يكسب. عفيفي قال لك السواد الأعظم من جماهير الأهلي ما يعرفوش مصلحتهم. والله حبيبي أنت من مصلحتك أن الزملكاوية يحتفلوا وبشكل مبالغ فيه، لأن احتفالهم بيضفي شيء من الجدية على أشياء غير جادة أصلا، الدوري القمة المنافسة إلخ إلخ، فلما ترجع تكسب وانت أكيد هتكسب بمزاجك أو غصب عنك تقدر تفرح بقلب، لأن خصمك لما فرح هو اعترف بشكل غير مباشر انه لسه بيعامل الموضوع بجدية. مفيش قطبين، الدعم المادي وغير المادي بيأكد انهم مش قطبين، بس انت من مصلحتك الناس تفضل عايشة، وهم القطبين ده الزمالك لما بيكسبك مش بيكسب فريق كرة فطبيعي يفرح لانه شيء غير طبيعي، لكن انت اللي محتاج تسأل نفسك مع اي خسارة لاي ماتش حتى لو ملوش لازمة، هل تقسيمة 20-80 لسه كافية ولا نخليها 10-90 عشان نضمن أكتر؟ شغل مخك هتعرف إنك المفروض تطمن أكتر إن غيرك لسه بيفرح. طبعا قصده التقسيمة اللي هي تقسيمة الرعاية، وأنا ما أعرفش إزاي واحد زي أحمد عفيفي وصل للعقلية الاحترافية في الإعلام وراح درس في إسبانيا ودرس التحليل الفني والكلام ده كله ولسه عايش في غياهب البليلة اللي هو الأهلي بياخد رعاية أكتر مننا بمجاملة مش بياخدها حق.
مش بياخدها حقنا، هي مجاملة ومؤامرة في نفس الوقت. شكرا لأحمد عفيفي اللي سمعنا حسه وطمننا انه لسه عايش، ربنا يديك الدرجة. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل اراكم وتعليقاتكم.